الثامنة الآن، حيث تعد المناطق الجنوبية الغربية عامة إحدى المناطق التي تحصي أكبر عدد من الثروة الحيوانية على المستوى الوطني، إلا أنها مهددة بسبب ندرة وغلاء الأعلاف، حيث يشتكي مربو الماشية من مضاربة بعض المطاحن والسماسرة في مادة النخالة التي تعتبر مادة أساسية للمواشي. روبرتاج النشرة اليوم مع زهير بطاش. يشتكي مربو الماشية بالمناطق الجنوبية الغربية للوطن من ندرة وغلاء الأعلاف، فولاية عامة التي تحصي أكثر من 1,800,000 رأس من الماشية تعاني شح هذه المادة الأساسية. فما مرد غلاء ونقص هذه الأعلاف رغم وجود منشور وزاري يحدد ثمن القنطار والكمية التي يجب أن توفرها المطاحن للموالين؟ نثمن قرار وزير الفلاحة بالتعليمات 959 المتضمنة باللي تقنين مادة النخالة مستخرجة من مادة الفارينة والقمح اللين والقمح الصلب. مطحن اللزوج يخدموا ريغلومونتير، والمطاحن الأخرى يبيعوا السماسيرة، ما يبيعوهاش للموال ديريكت، والسماسيرة يبيعوها لنا ب 350 380 400، هي الأصل هي ديشي نورمالمون هي 150,000. رانا نشروها من برا بأثمان غالية، نشروها من عند المضاربين، والمضاربين هادو راهم يجيبوها من مطاحن اخرى اللي ما راهاش تمد المواله. لمراقبه توزيع ماده النخاله وكسر شبكات المضاربه، شكلت مديريه المصالح الفلاحيه للولايه لجنه مشتركه لمراقبه التوزيع اليومي لهذه الماده الحيويه. اجراءات عمليه ناجعه اتخذت من اجل ضبط تموين هذه الماده من خلال 5 مطاحن متواجده على مستوى الولايه، من حيث مرور اللجنه الولائيه يوميا لمراقبه الكميه المستخلصه من عمليه الطحن وتوزيعها من طرف المطاحن على الموالين. وبالنظر لعدد الموالين الذي يتجاوز 7,000 موال، تبقى حصة الولاية من القمح الصلب التي يقدمها الديوان الجزائري المهني للحبوب لمطاحن الولاية قليلة، إذ لا تتجاوز 2,000 قنطار يوميا. عندي مولان تاع 100 طن راهم يعطوني ان كوتا تاع 200 كينتو بار جو، علاه 200 كينتو نخرج فيها 40 قنطار تاع نخالة. عندي قريب 300 موال، لما شحال نعطيهم الواحد؟ احنا ماذا بينا الوزاره تتدخل باجراءات جديده فيما يخص تموين ولايه النعام وولايه البيض على جانبنا. احنا هذا ما يكفيش، احنا تسمى كيش ورانا نسيروا في منتوج قليل بارابور الثروه هائله اللي راها غاديه تنقرض. المراقبه اليوميه لتوزيع النخاله بمطاحن النعامه وكذا زياده حصه الولايه من مادتي القمح الصلب واللين التي تقدم للمطاحن هما شرطان أساسيان لاستمرار شعبة تربية الأغنام التي توفر اللحوم الحمراء والألبان بمختلف الأسواق الجزائرية.